الأندد هذا كأنه يعني يتغير فكرة عندي أنا يا أبو حسن، لها إحساس، سيلفانس لها إحساس، تحس بخواتها، تجتمع معهم، شيء غريب يعني. الأحداث اللي صارت بالقصة مرة روعة. اوكي يا شباب، قصة نزلتها شركة بليزارد مرة روعة عن سيلفانس وخواتها. سيلفانس يا شباب تخطط انها تقتل خواتها او تبغى تقتل خواتها. ليش؟ يعني سيلفانس وصلت لحد انا ما اقدر اعبر عنه، يعني وصلت مرحلة ماني فاهمها انا سيلفانس. يعني لها اعداء من الهورد ولها اعداء من الالاينس، يعني ما شاء الله كل الجهتين تحاربها. هذا غير لعيبة وورلد اوف وور كرافت يسبونها ليل نهار، اولهم ابو حسن ما يحبها نهائيا. طيب ليش سيلفانس خططت من بين كل ذولي انها تقتل خواتها؟ شيء غريب، وش الهدف من قتلة خوات سيلفانس؟ يعني ماني فاهم انا. طيب سيلفانس يا شباب، من يوم ما صارت الوار شيف بالليجن وحنا كثير من اللعيبة يشككون فيها، في احداث تشكك ولاء سيلفانس للهورد، كأن سيلفانس مو هدفها هورد ولا انها هدفها مصلحة الهورد. في بعض الناس يدافع عنها، سيلفانس اذا قابلتها بالجيم تقول عبارات ان ولاءها للهورد وانها تبغى الهورد تخليهم الاقوياء وانهم مو بضعاف قدام الالاينس. وش سالفة سيلفانس مع هيليا؟ اشياء كثيرة. وش ريد النايت مير في البوس الهارت قال عبارات غريبة، عبارات عن سيلفانس. صححوا لي بعض الناس اللي بتويتش قالوا لي ان سيلفانس ماتت مرتين فاضبطت واحدة من العبارات عليها. شيء غريب، هل سيلفانس بتصير طيبة؟ هل سيلفانس ملعونة؟ ليش تبغى تقتل خواتها؟ اسئلة كثيرة، كأن بليزر ترمينا من 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 لغز اللغز ثاني، من فاهمين شيء عن سيلفانس يا شباب. طيب يا شباب عشان ما ضيعكم بنتكلم عن قصة سيلفانس وخواتها. طبعا ما أقرأ لكم كل المعلومات لأن نايف جزاه الله خير جندل فيفر ترجم الكوميك، هي نازلة بالكوميك قصة كاملة مرة حلوة مرسومة رسم خيال من شركة بليزر، قصة روعة لمين آخرها وأنت بتحمس فيها. نايف جزاه الله خير أو جندل فيفر ترجمها بالعربي وحطها بالديسكورد، بتنزل بعد الفيديو بيوم في شانل او في شات معين بالديسكورد مكتوب عليه كوميك وورد اوف ووركرافت. استمتع هناك يا رجل، بتنزل القصة كاملة وقصص غيرها من قصص وورد اوف ووركرافت مترجمة بالعربي، ما احد يقدر يكتب، ما احد يقدر يعلق، ما احد يقدر يقول شيء. افتح بس وادخل وتفرج، بتلقى رابط الديسكورد تحت يا شباب بالديسكربشن، انزل تحت مر على الاحمر مثل التيشيرت هذا مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، اضغط على امه كذا وادخل بحساب ثاني واضغط مره ثانيه لحبيبك ابو حسن المسكين، تكفون نبغى سبسكرايب يا عالم ولايك بعد، وانزل بالديسكربشن تحت تلقى رابط الديسكورد، ادخل حياك الله. في مجموعه كبيره من لعبه وورد اوف ووركرافت، وصلنا تقريبا 600 وشوي، في النشاط تقريبا شغالين 20 واحد وزياده، في هورد في الاينس وفي طق بالشات. اوكي ما عاد ما وصل قله ادب، حنا معكم، المهم تطاقوا على راحتكم يا الاينس الهورد، واستمتع بالديسكورد. في قصة، في شباب يعني خلنا نقول جميلين مرة حلوين متعاونين بلعبة وورد اوف كرافت، تبغى تلعب يلعبون معك، تبي معلومات عن القصة يعطونك، تبي مساعدة باللعبة بيساعدونك. طيب عشان ما نضيع بنتكلم عن سيلفانس يا شباب. سيلفانس حاولت تقابل خواتها او خواتها اتفقوا انهم يقابلونها، ما ادري كيف، المهم انهم تقابلوا، صارت بينهم احداث مرة حلوة وكلام وعبارات وهواش وحب. ما ادري وش المقابله كان هدفها، هم كانوا يبغون يجتمعون او كانوا يبغون يقتلون بعض، هذا كله بتعرفونه بالقصه اذا نزلتوا وقريتوها. بس في شيء قالته سيلفانس غريب، سيلفانس اعترفت لخواتها يا شباب بثلاث اعترافات. تخيلوا يعني سيلفانس تعترف، الاندد هذا لها احساس. انا استغربت، اعترفت بخواتها ثلاث اعترافات، واحده من ثلاث الاعترافات هذه كذب. سيلفانس ما قالت وش الكذب، بس انت بتعرف وش اللي كانت الكذب اذا قريت الكوميدي. سيلفانس قابلت خواتها يا شباب، الاندد هذا كانه يعني يتغير فكره عندي انا يا ابو حسن، لها احساس، سيلفانس لها احساس، تحس بخواتها، تجتمع معهم، شيء غريب يعني. الاحداث اللي صارت بالقصه مره روعه، يعني سيلفانس قالت ثلاث اعترافات يا شباب، كل اعتراف يقول للثاني انا ما بكاذب، طبعا واحد من الاعترافات هذه كذب. انا ما يبقى لكم رايي وش كان الكذب، بس انت لو تسمع ثلاث اعترافات حقت سيلفانس مره يتغير تفكيرك عن سيلفانس. وش اللي تفكر فيه سيلفانس؟ ولا واحد من الاعترافات يطلع كذب، وكل اعتراف اذا كذبته سيلفانس تقول لك انت غلطان، واذا كذبت الثاني قالت لك نفس الحاله. الافعال اللي تسويها تنكر ان واحده من ثلاث العبارات هذه كذب او ثلاث الاعترافات اللي قالتها، يعني
أنا استغربت من نقولات سيلفانس. صدق صدق سيلفانس في شيء حنا ما نعرفه عنه. هل سيلفانس صدق طيبة؟ هل سيلفانس والله ملعونة وتبغى تقتل خواتها؟ وش اللي قاعد يصير يعني؟ المهم أنا ما يمطول عليكم وماني معطيكم معلومات زيادة. حياكم الله بالديسكورد ومشكورين وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. هذا كان فيديو هدية للشباب اللي وعدتهم بتويتش وباليوتيوب وبالديسكورد. قلت لكم بنزل شيء جديد على قناتي ويعني مهب على اليوتيوب مرة. سلام.